جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: دائما في السنن الراتبة والنوافل أقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون والإخلاص، وأحيانا أقرأ آية الكرسي، ثم أقرأ بعدها سورة الكافرون في الركعة الأولى، ثم أقرأ بعدها الإخلاص في الركعة الثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. تخصيص قراءة سورة الكافرون سورة الإخلاص النافلة إنما ورد في النافلتين، الأولى راتبة الفجر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية الإخلاص، وتارة يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والنافلة الثانية التي تقرأ فيها الكافرون الإخلاص هي ركعة الطواف، الركعتان اللتان يفعلان بعد الطواف. وأما غير ذلك من النوافل فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هاتين السورتين أو هاتين الآيتين من البقرة وآل عمران فيهما، بل يقرأ فيهما ما تيسر من القرآن الكافرون والإخلاص أو غيرهما، لا يتقيد بتخصيص سورة معينة أو آية معينة إلا بدليل، ولم يرد الدليل إلا في هاتين النافلتين راتبة الفجر وسنة الطواف. قال العلماء: والحكمة في قراءة هاتين السورتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص أن فيهما نوعا التوحيد العلمي والعملي. توحيد العلمي في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وهي من التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية. وقل يا أيها الكافرون في التوحيد العملي وهو توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. فخص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لأنهما يتضمنان نوعي التوحيد العلمي والعملي، من أجل أن يتذكر المسلم عقيدته وأن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. وكذلك في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، هذا في التوحيد العلمي توحيد الربوبية. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إيه التوحيد العملي توحيد العبادة والألوهية. نعم.